ايام شبابك شلون كان اهتمام الفتيات بجمالهم مقارنه مع الفتيات بالوقت الحاضر؟ ترى انا بعدني شباب ها. والله شوف الاهتمام بالنفس يعني مريود، الاهتمام يعني بس اشياء يعني نسويها لاستمرار الشباب، مو اشياء يعني نغير بخلقه رب العالمين. الاهتمام حلو بس اللي نشوفه بالوقت الحاضر، يعني قبل كانت الانثى تهتم مثلا بالمطالعه بتقويه ثقافتها بهاي الامور، حاليا يعني كانت 90% هيك، حاليا نشوف الاهتمام بهاي المواضيع لا، الاهتمام انه بعمليات تجميل اوفر، هذا الشيء راح يغير حتى من الشكل مال الانثى، يعني دا يفتهموه بعض الاناث طبعا مو الكل، يعني مع احتراماتي للنساء بمجتمعي دا يفهمن انه الحريه والثقافه بالتعري، وهذا الشيء طبعا خطا. هذاك الوقت الجمال البنيه لما تطلع جمال لابسه مام لابسه لبس اصولي، واقولها اقول يمه هاي هالجمال اللي شالتها بتمن؟ قلت لي يابا لا لا يابا تقول هاي جو هاي هنة بولا جوارينة بولا. قلت لي يابا ما اقصد في الشيء بس الله مطين جمال بس مستورات مستورات، وهنا هم خوا بناتنا هم مستورات ان شاء الله، بس احنا نوصي نوصي احترام الرب الكريم. انت ذا شو شنو بقى؟ كنا قبل احنا خلينا نقول تسعينات ثمانينات ثمانينات يعني نص وفوق، كانت مال بنات يعني مكياج بسيط زين لبس بسيط، هسه اللي نشوفه كله نفخ وبوتوكس وفيلر، يعني كان قبل هذا كلها ماكو هاي الاشياء، وحتى بالجامعات كان اللبس مال الجامعي يعني محتشم مرتب، يعني القميص والتنوره مالتهم رصاصي وابيض او نيلي وابيض زين، فكان اكو بساطه بالموضوع، هسه كلش اوفر يعني المكياج مالتهم اللبس مالتهم مو مثل قبل، قبل كان فشي يعني بسيط ونازك خلينا نقول، هسه غير شكل يختلف. ايام قبل كل شيء كان على الطبيعه، يعني ما كان عندنا فشي هم انه وحده تشيل هم شلون تزيد من جمالها، هي كلها من رب العالمين، الله سبحانه وتعالى شلون خالقها هذا اللي كان سائل، يعني ماكو فشي خفيف واحد مكياج خفيف شيء خفيف. هسه ما ادري يعني يحيرون شيء يلعبون بخلقه رب العالمين، يعني بالنتيجه يعني بصراحه اذا بنيه حلوه لازم واحد يسوي لها تمثال ويتفرج عليها. اي والله يعني ماكو هسه اي وحده شوفيها لاعبه بروحها 100 لعب، يعني ما ادري جمال الرباني وين راح، جمال الطبيعي وين راح. جيل الطيبين يعتبر هو الجيل القديم، والبنات راقيات جدا، هسه تجي عليهن مركز تجميل شغلات ما حلوه كلها دا يسووها زين، قبل لا اكو شيء اسمه احترام واكو شيء اسمه تقدير وتمشي المراه بهيبه وكرامه زين، فهسه حاليا لا والله يعني تباوع على الفتيات هسه مو نفس ما تباوع على الفتيات قبل.